السلام عليكم حبايبي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة وأحوال طيبة. نهار جديد، فيديو جديد. جيت اليوم نقدم لكم فكرة عشاء سريعة ولذيذة وكتوجد بسرعة وبمكونات جد بسيطة وموجودة في كل منزل. نخليكم مع الطريقة والمقادير. بركة الله، عندنا 3 ونص ديال لي بات، جوج حبات طماطم، واحد بصلة، وعندنا صدر الدجاج، وجوج معالق كبار ديال صوص طوماط، لي زيبيس لي هما معلقة صغيرة تحميرة، وبزر مليحة، وياغورت طبيعي جوج معالق، وكنور 3 الفصوص ديال الثوم، وكاس الحليب، وثلاثة ديال حبات الفرماج. نخليكم مع الطريقة. بالنسبة للطريقة، خديت حبات ديال الطماطم حكيتهم وزدت عليهم لي زيبيس و جوج معالق كبار ديال صوص طوماط، وحكيت الثومة زدتها عليهم كي كتشوفوا معايا، وغادي نزيدها كنورة بكرية وشوية ديال الربيع، وما نساوش زويتة بلدية، ونخليوها ترتاح وتتابع على خطها. من بعد ما تشحرت ليا كي كتشوفوا معايا، غادي نزيدها لي بات، زلافة ونص ديال لي بات مع التحريك باش يشربوا ليا ديك صوص طوماط ولي زيبيس، باش كيجيونا لي بات ديالنا بنان، ماشي ديما نسلقوهم ديما نسلقوهم، الوغ كاين فرق. وانا متاكده الا جربتوا هذه الطريقه غتولي معتمده عندكم، ما تبقاوش تستغناو عليها. من بعد ما حركتها مزيان، غادي نزيدها 3 زلايف سخان ديال الماء، يكون طالق صبولة، يعني ما يكون سخون مزيان كي كتشوفوا معايا. وإن فوا نحطها، ما نديرهاش بوطه مجهده وما نديرهاش مهيله، نار متوسطه، وراه ما كتشدش معنا الوقت بزاف، يبقى واحد 15 دقيقه حتى 20 دقيقه وكيكونوا طابوا معنا. كي كتشوفوا، وكان نعاود نحركهم ونخليهم يطيبوا ونبقاو مع التتمة. خديت بصيلة قطعت شرائح رقيقة، زدت عليها صدر الدجاج ومعلقة كبيرة الزبدة وشوية الابزار وشوية الملحة، ونخليها تطيب على خاطرها. كناخذ كاسرون كندير فيها كاس ديال الحليب، و جوج معالق كبار ديال الياغورت الطبيعي اللي سبقت وذكرت في المقادير، وكنزيد عليها 3 الحبات ديال الفرماج، واللي بغى يضاعف الكميه كتبقى اختياريه، انا اكتفيت بهذا القدر. وكنحطها على نار متوسطه مع التحريك حتى كيتجانسوا لينا المقادير، وكنخليوها على جنب بيد ما طابو لينا لي بات ديالنا، وعاد كنرجعو ليها. كي كتشوفوا معايا، من بعد ما طاب لي داك صدر الدجاج مع البصله، غادي نزيدو على لي بات. فوالا، من بعد ما طابو ليا لي بات ديالي، كنت ديجا زدتهم داك صدر الدجاج اللي ديجا بارطاجيته معكم. كي كتشوفوا معايا، راه ما كتجيش ناشفه، كتجي ديك صوص طوماط باقه باينه، او كنزيد عليها الحليب والفرماج وضن المسوس، وكيجينا بحال كريم فريش. انا اكيده اكيده غادي يعجبكم المذاق، لانه فريمون لذيذ ورائع، اكثر من رائع، وغتولي معتمده عندكم، وراه ما كتجيناش ناشفه كي سبق وذكرت، كتجينا شويه ديك صوص طوماط وديك الحليب في الطبسيل. نخليكم مع النتيجه النهائيه. هذه هي النتيجة النهائية، كتجي رائعة وبالصحة والراحة. وكالعادة، إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.